ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده قصه جميله جدا، انا متاكده انها تعجبكم. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. كانت بتجهز نفسها علشان تلحق تروح الشغل، لكن اتفاجئت بجوزها اللي داخل عليها وماسك واحده في ايده. سابت المشط من ايديها وراحت وقفت قدامه وقالت له بابتسامه: اخيرا جبت الخدامه اللي قلت لك عليها. المهم انا ماشيه رايحه الشغل، ابقى عرفها على القصر. كانت طالعه لكن مسك ايديها وقال: دي مش الخدامه يا مدام، دي مراتي على سنه الله ورسوله. اول ما سمعت الكلام قعدت تضحك بصوت عالي، وبعدها قالت: بطل هزار يا رائد، وبعدين انا مستعجله قوي، انت عارف ان اليوم ده مهم قوي بالنسبه لي. انا مش بهزر يا دينا، انا بتكلم جد، رحمة مراتي على سنة الله ورسوله. دينا كانت في حالة صدمة، ورحمة كانت مصدومة اكتر منها لانها اتجوزت رائد وما كانتش تعرف انه متجوز. دينا بدموع: ليه؟ هو انا قصرت معاك في حاجة؟ رد عليا، ساكت ليه؟ اجابة السؤال ده عندك انت يا دينا، وبعدين انا كلمتك كم مرة عن موضوع الخلفة وانت رفضتي، قلت لك دي طبيعة شغلي وما ينفعش احمل، دي من قوانين الشغل. وانا ما قلتش حاجه يا حبيبتي، روحي انت شغلك، مش عايزك تقلقي خالص، وبعدين انا جبت اللي هتجيب لي عيل. انت مجنون ولا ايه؟ انت مستوعب اللي انت بتقوله؟ انت اللي خليتيني اعمل كده، كام مره كلمتك في الموضوع وحضرتك تقولي مش دلوقتي مش دلوقتي، وعمالين نكبر ويا عالم هيكون في امل ولا لا. انت لازم تطلق البنت دي حالا، دينا فتح الله ما ينفعش تكون عايشه مع واحد متجوز عليها. انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ وبعدين راعي شهرتي شويه. اتكلم رائد بزعيق وقال لها: هو ده اللي فارق معاكي بس؟ شكلك ومظهرك قدام الناس، انما انا لا. مش بقولك انك انانيه ومش بتحبي لنفسك، انت لما جيت وطلبتي ايدي من بابا انا قلت لك على شروطي وحضرتك وافقت بكل بساطه، حصل ولا ما حصلش؟ بس ما قلتيش انك رافضه موضوع الخلفه. واوعي تكدبي، لاني فاكر كل كلمه قلتيها. البنت دي لو ما طلقتهاش حالا مش هقعد ولا ثانيه هنا يا رائد، والقرار قرارك بقى. رائد مسك ايد رحمة وقال: الباب مفتوح يا دينا، تقدري تمشي. دينا بصدمة: انت بتقول ايه؟ ازاي تقول كده؟ وربنا ما هسكت وهرفع عليك قضية. دينا خدت بعضها ومشيت، ورحمة زقت رائد واتكلمت بزيق: انت ازاي تخبي عليا حاجة زي كده؟ رائد بلع ريقه وقال: رحمة انا كنت ناوي اقولك على كل حاجة، بس صدقيني الوقت كان ضيق قوي. رحمة حطت ايديها على راسها وقالت: قول كده بقى، قول انك طلبت ايدي واتجوزتني علشان تجيب مني حته عيل يشيل اسمك. رحمه: الموضوع مش كده، انت فاهمه غلط. رحمه رجعت لورا وقالت: امال الموضوع ايه يا استاذ رائد؟ رائد مسك ايد رحمه وقال: رحمه انا اول ما شفتك حبيتك، حبيت فيكي كل حاجه. رحمه: انا لقيت الحنيه والحنان عندك، انا ما كنتش حاسس اني متجوز خالص، دينا ما كانش بيهمها الا نفسها، كنت بالنسبة لها صنم واقف قدامها، ما كانتش تديني المشاعر اللي أنا محتاجها، على عكسك أنتي. أنت لعبت بمشاعري يا رائد، أنت ضحكت عليا وعلى عيلتي. يعني إيه؟ يعني ما أقدرش أعيش معاك يا رائد، ما أقدرش أكون وسيلة تستخدمها علشان تصحي مشاعر مراتك الميتة، ما أقدرش. يعني أفهم من كده إنك عايزة تمشي؟ أنتي كمان عايزة تسيبيني؟ في عز ما أنا محتاجك يا رحمة. رحمة قعدت على السرير وقالت بعياط: أنا دلوقتي فهمت، أنت ليه ما كنتش راضي تخليني أتعرف على عيلتك؟ طب بذمتك أنا قصرت معاكي في حاجة؟ رحمة حاطت إيديها على وشها، ورائد قام وقال: أنا هسيبك ترتاحي وتهدي علشان أعرف أتكلم معاكي. رائد طلع، ورحمة قعدت تضرب نفسها وتقول: كان لازم تعرفي إن في حاجة غلط من الأول، كان لازم تعرفي إنه مخبي حاجة، بس لأ، أنت غبية، ما كنتيش شايفة حاجة قدامك إلا هو، حبك ليه خلاكي عمية، هو مش شايفة حاجة. متجوز؟ دينا قعدت على طرف السرير وقالت: ايوه يا بابا متجوز، رائد اتجوز عليا، وشكله متجوز بقاله فتره، وانا كنت زي العبيطه وكنت نايمه على وداني. طب والله فرحت انه عمل كده، انت مش شايفه معاملتك معاه؟ مش شايفه انت بتعملي ايه؟ تعرفي ان الواد اشتكى مني كتير، بس كنت بقول له معلش يا ابني بكره تعقل، بس للاسف انت زي امك بالظبط، مش هتتغيري، وكل اللي همك المظاهر وبس. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي انك تستاهلي كل حاجة بتحصل دلوقتي يا دينا، تعرفي ان الواد كان مستعد يضحي بكل حاجة علشانك، بس في المقابل ايه؟ حضرتك رفضتي تجيبي له حتة عيل. لا انا كنت موافقة، بس كنت مستنية المسابقة تخلص، انت عارف ان المسابقة دي كانت حلمي من زمان قوي، عايزني افرط في حلمي وانا انتظرته كتير قوي. بلاش نضحك على بعض، انت كنت ناوية تسافري امريكا علشان تكملي شغلك هناك.
انا فيا اللي مكفيني، هو بعدين بدل ما تطبطب عليا وتاخد حقي منه تروح تزيد على اوجاعي. طب اقولك على الكبيره بقى، انا اللي طلبت من رائد يشوف بنت حلال ويتجوزها، طلبت منه يشوف بنت ناس متربيه. دينا كانت في حاله صدمه، وفي الوقت ده دخلت رجاء والده دينا وقالت هو في ايه هنا وصوتكم عالي كده ليه؟ دينا جريت على والدتها واتكلمت بعياط وقالت رائد اتجوز عليا يا ماما، وبابا هو اللي طلب منه يعمل كده، رائد جاب لي بنتك دره يا ماما. ايه هو ازاي يعمل كده؟ وبعدين هو اتجنن ولا ايه؟ وانت ازاي تعمل كده؟ مش بنتك دي ولا ايه؟ انتي بالذات مش عايزه اسمع صوتك، انتي السبب في كل اللي بيحصل. وبعدين مش حضرتك اللي قلتي لبنتك خدي برشام منع الحمل؟ يا دينا اوعي تنسي في مره واحده، حققي حلمك يا دينا، العيال مش هتنفعك بحاجه. ايوه انا اللي قلت لها تعمل كده، وبعدين انت عايزني ادمر احلام بنتي ولا ايه؟ ولما رائد جه وطلب ايديها ما قلتلهوش ليه كده؟ ما قلتيش ليه ان بنتي مش بتاعت خلفه يا رائد؟ ليه ضحكتوا عليه؟ اتكلمت رجاء وقالت رائد كان عارف، اوعاكي تكدبي، صحيح الواد كان عارف بموضوع الشغل ووافق عليه، لكن ما كانش يعرف بموضوع الخلفه وبرشام منع الحمل يا استاذه. يعني انت عاجبك اللي عمله؟ انا اللي طلبت منه كده، تعرفي ان الواد كان رافض، ما كانش عايز يظلم بنتك، كان بيقول حرام يا عمي، بس انا اللي اقنعته. دينا وقفت قدام ابوها وقالت وجيت على سعادة بنتك يا بابا؟ بلاش تقولي كده، انت وامك عارفين كويس انت عايزه ايه من الواد، بلاش اللف والدوران ده عشان مش لايق عليكي. دينا مسحت دموعها واتكلمت بكذب، انا ما كنتش عايزه حاجه من رائد غير المعامله الحلوه، تعرف انه في الفتره الاخيره دي كان بيعذبني وبيخليني اروق القصر وانضف واغسل واعمل كل حاجه. يعني الواد ما كانش جايب لحضرتك خدامه وانت اللي طردتيها عشان بتشكي في جوزك؟ اتكلمت دينا بارتباك وقالت هو بيحكي لك كل حاجه ولا ايه؟ رائد ما بيقولش حاجه، انا عارف كل حاجه لوحدي. وبعدين بدل ما انت واقفه كده قدامي وبتتكلمي ولا همك، حسي على دمك شويه، جاتك القرف انت وامك. فتح الله طلع، ودينا قالت شايفه يا ماما، شايفه بابا عمل ايه؟ رجاء مسحت دموعها وقالت انت هتقعدي هنا وتعيطي ولا ايه؟ مش دي بنتي اللي عارفاها، امال عايزاني اعمل ايه بعد ما اعرف ان جوزي اتجوز؟ لا وايه بطلب من ابويا كمان، روحي ارجعي بيت جوزك، حاولي ترجعي كل حاجه زي الاول، وبعدين مش خايفه يطلقك والناس اللي انت شغاله معاهم تعرف؟ اوعي تنسي ان رائد كان السبب في اللي انت فيه دلوقتي، انت مش قلتي هتاخدي فلوسه وكل املاكه؟ انت ناسيه كلامك ليا ولا ايه؟ لا مش ناسي حاجه، ولازم اخد كل حاجه تخصه، دي من حقي. لو فضلتي قاعده هنا مش هتاخدي حاجه، وبعدين انت عايزه تسيب لهم الجو هناك؟ عايزه البت الجديده تاخده منك؟ روحي ارجعي القصر تاني ورجعي كل حاجه مكانها الطبيعي. ايوه يعني ابطل البرشام ولا اعمل ايه؟ اوعي انت ناسيه حلمك ولا ايه؟ انا قصدي البت اللي هناك، حاولي تطفشيها، خليها تكره اليوم اللي وافقت تتجوز فيه جوزك. دينا ابتسمت بشيطانيه وقالت حاضر يا ماما، هي دي بنتي اللي ربيتها. رائد رجع ولقى رحمه قاعده على السرير وكانت ساكته عشان رائد يقعد جنبها ويقول انا اسف، انا اسف اني خبيت عليكي، بس والله كان غصب عني. رحمه انا كنت خايف لما تعرفي اني متجوز تبعدي عني، وانا ما صدقت الاقي البنت اللي تحبني من قلبها مش تحب فلوسي. رحمه بصت لرائد وقالت وانا ما اقدرش اكون السبب في ان واحده تنام مظلومه، لو قصدك على دينا دي انانيه، وصدقيني مش بيهمها الا مصلحتها وبس، وطالما هي كده متجوزها لحد دلوقتي ليه؟ ليه ما طلقتهاش لما عرفت انها كده؟ رائد بص في الارض علشان رحمه تقول عشان لسه بتحبها يا رائد، دينا حبتك الاول، دينا حبك الاول، ومش هتقدر تنساها مهما حصل، وانا واحده اتجوزتها علشان تستخدمها وسيله علشان تصحي مشاعر مراتك الميته. المشكله انك مقتنعه بالكلام ده، انا ما ردتش عليكي علشان العشرة اللي بينا انا ودينا مش اكتر، وعلى موضوع الطلاق مسألة وقت مش اكتر، وانا مرضاش بكده، واللي لازم يتطلق هو انا مش هي، لان ده عدل ربنا، هي الزوجة الاولى انما انا التانية. رائد قام ومسك رحمة من دراعها جامد وقال لها وانا فين من كل ده؟ انت مفكرة نفسك المظلومة في الحكاية كلها؟ لا يا رحمة تبقي غلطانة، انا واحد بقالي 6 سنين متجوز، واحد محروم من المشاعر اللي عايشها اي واحد متجوز، مشاعر الحب، مشاعر الحنان، ومشاعر الأبوة. الوجع اللي جواكي ما يجيش حاجة قدام الوجع اللي جوايا أنا. أنا واحد انتظر 6 سنين كاملين علشان مراته تتغير، بس للأسف مفيش جديد، هي مش بتتغير. وإنت لما رحت تطلب إيدها ما كنتش تعرف بده كله؟ كنت عارف حاجة واحدة بس، إنها عايزة تشتغل وأنا ساعدتها في ده، بس ما كنتش عارف إن الشغل ده هيجي على ساعتي أنا،
ممكن تطلع بره؟ انا عايز اقعد مع نفسي شويه. رائد طلع من غير ما يتكلم نص كلمه علشان رحمه تقعد على السرير وتحط وشها في المخده وتصرخ صرخه مكتومه. رائد نزل تحت وتفاجئ بوجود دينا. دينا راحت عنده وحاطت ايديها على صدره وقالت انا فكرت في اللي انت عملته ولقيت انك مش غلطان خالص، بالعكس ده حقك وكان لازم تاخده من زمان. هو ايه اللي اتغير فجاه؟ حبي ليك يا رائد، انت ما تعرفش انا حاسه بايه دلوقتي. رائد انا تعبانه قوي، انت ما تعرفش انت عملت فيا ايه لما رحت اتجوزت من ورايا. رائد انا كنت ناويه اجيب لك العيل اللي نفسك فيه بس الظروف اللي ما سمحتش بكده. اتكلم رائد بتعب وقال كفايه الكلام اللي يوجع القلب ده كفايه. يعني انت شايفني كدابه يا رائد؟ انا لو ما كنتش بحبك ما كنتش رجعت تاني. اتحكي على حد غير يا دينا، وبعدين دي عشره 6 سنين مش يومين علشان تتحكي عليا بالكلمتين دول. رائد اخد بعضه وطلع ودينا نفخت بضيق وبعدين بصت لفوق وقالت يا ترى مشت ولا لا، ويا ترى كانت تعرف ان رائد متجوز ولا لا. دينا طلعت فوق ووقفت مكانها لما شافت رحمه لسه موجوده علشان تقول بتعيطي ليه خطفت الرجاله. رحمه قامت من على السرير ودينا دخلت وقالت مش مكسوفه من نفسك وانت متجوزه واحد متجوز وبيحب مراته؟ دينا اخدت نفس عميق وقالت وانا مستغربه ليه، تلاقيكي كنت بتحلمي تتجوزي واحد زي رائد، انا مش عارفه اتجوزك ازاي بس متاكده انك عملتي ليه حاجه عشان يجي ويتقدم لك. بس انا مش هسكت ولازم اعرف عملتي ايه لجوزي. رحمه ربعت ايديها وقالت خلصتي؟ انت ازاي تتكلمي معايا كده؟ انت هنا في القصر بتاعي يا حلوه. اتكلمت رحمه بابتسامه بسيطه وقالت ده قصر جوزي وزي ما ليك الحق انك تقعدي فيه انا كمان ليا الحق اقعد فيه. دينا مسكت ايد رحمه وقالت انت بتقولي ايه يا رحمك، هو بعدين مش مكسوفه وانت بتدخلي في حياه اتنين متجوزين؟ يا خطفت الرجاله. رحمه كانت بتصرخ من شده الالم علشان يدخل ويفض الاشتباك ويتكلم بغضب اطلعي بره. اتكلمت دينا وقالت يلا اطلعي بره، مش سامعه رائد قالك ايه؟ رائد مسك دينا من دراعها وقال الكلام ليكي انت. دينا انصدمت ورائد خدها وراح اوضه تانية وقال انت ازاي تمدي ايدك عليها؟ كنت عايزني اعمل ايه وانا شايفاها بتاخد جوزي حبيبي مني؟ وبعدين انت ازاي تتكلم معايا كده؟ انا غلطان، انا غلطان اني سايبك لحد دلوقتي هنا، كان لازم اطلقك من زمان. دينا جريت وحضنت رائد وقالت لا يا رائد اوعى تعملها، انا ما اقدرش اعيش من غيرك وبوعدك مش هقرب منها تاني، بس ارجوك ما تعملش كده علشان خاطري، انت عارف اني ما اقدرش اعيش من غيرك، اوعى تقول كده تاني وبوعدك خلاص مش هقرب ناحيتها بوعدك. رائد بعد عنها وقال بتحذير انا هسيبك لكن مش عشانك، عشان عمي مش اكتر، بس قسما عظما لو الموضوع ده اتكرر لا تكوني. ان شاء الله مش هيحصل بس اوعى تقول كده تاني علشان خاطري. رائد طلع من الاوضه وراح عند رحمه وتفاجئ لما شافها بتلم هدومها وقال انت رايحه فين؟ رحمه ما ردتش على رائد اللي مسك ايديها بقوه وقال ردي عليا يا رحمه. رحمة زقته وقالت ماشية يا رائد ماشية لاني مش هقدر اعيش هنا، خلاص نرجع الشقة بتاعتنا تاني طالما مش مرتاحة هنا. انت مجنون صح؟ انا لا طايقة العيشة هنا ولا طايقة اشوف وشك، وبقيت بكره اليوم اللي شفتك فيه وعرفتك فيه. مش هتخرجي من هنا يا رحمة، مش هتقدر تمنعني يا رائد، مش هتقدر تمنعني. رائد راح وقفل الباب بالمفتاح وحط المفتاح في جيبه وقال ما اقدرش ليه؟ رائد هات المفتاح. رائد خليني امشي من هنا، انا مش هقدر اعيش معاك ثانيه واحده بعد اللي حصل. وانا ما اقدرش اسيبك تمشي، انا ما صدقت لقيتك يا رحمه. رحمه خدت نفس عميق وقالت لو سمحت افتح الباب بقى. رائد قعد على طرف السرير ورحمه قالت يعني هتفضل قاعد كده طول العمر طالما انت جنبي مش عايز حاجه تانيه؟ رحمه سكتت ورائد قام وقف قدامها وحط ايده على خدها وقال والله العظيم بحبك ومش عايزك تخافي من حاجة لاني مش هظلمك معايا والله. ودينا حرام عليك، البنت بتحبك ذنبها ايه في اللي بيحصل؟ رائد مسح وشه بايده واتكلم بغضب انت ليه مش عايزة تصدقي ان دينا مش بتاعت حب ولا كانت تنفع تتجوز، دينا بتاعت مصلحتها وبس يا رحمة. مش ذنبي يا رائد، وبعدين انا مش هدخل حياة اتنين متجوزين وعايشين حياة سعيدة. ومين قالك اننا عايشين حياة سعيدة؟ بقولك ضيعت 6 سنين من عمري وانا مستني انها تتغير. رحمة علشان خاطري فهميني، طب ممكن تسيبني اروح عند اهلي هقعد يومين بس؟ رائد بص في الارض ورحمة قالت انا عارفة انك موجوع بس مش اكتر مني، انت عارف يعني ايه واحدة تتجوز واحد ويطلع متجوز عليها؟ رائد انا حلمت احلام كتير قوي معاك. رائد بصلها وقال
هتتحقق يا رحمة، صدقيني هتتحقق. رحمة سكتت ورائد طلع المفتاح من جيبه وقال خد يا رحمة. رحمة بصت على ايده ورائد قال عايزة تمشي؟ انا مش همنعك، بس هكون في انتظارك، ارجوكي ما تتأخريش عليا. رحمة خدت من رائد المفتاح علشان رائد ياخد نفس عميق، وما كانش عايزها تمشي. رحمة وقفت عند الباب وفجأة المفتاح وقع من ايديها وقعدت تعيط جامد. رائد جري عليها وخدها في حضنه واتكلم بحنان انا اسف يا رحمة، حقك عليا. رحمة حضنت رائد جامد وقالت انا ليه بيحصل معايا كده؟ ليه الفرحة مش بتكملي؟ رائد حط ايده على شعرها واتكلم بحب ما تقوليش كده، وبعدين انا جنبك، وطول ما انا جنبك مش عايزك تقلقي من حاجة. رحمة بعدت عن رائد ومسحت دموعها وقالت انا عايزة انام. رائد هز راسه وطلع من الأوضة، ورحمة دخلت الحمام وغسلت وشها وبقت تبص في المراية وتقول معقول كل ده كان في انتظاري؟ وبالليل اتكلمت دينا وقالت امال عروستنا الجديدة فين يا رائد؟ مش شايفاها يعني؟ رائد ما ردش عليها علشان تقرب دينا منه وتقعد جنبه وتقوله هو انتوا اتجوزتوا امتى يا رائد؟ وقال ليه بتسألي؟ ليه؟ عادي يعني، وبعدين ده من حقي، ولا عندك اعتراف في ده كمان؟ بقالنا شهرين متجوزين يا دينا. اتكلمت دينا بغيرة وقالت وهي مش حامل؟ ادعيلنا. دينا مسكت ايد رائد واتكلمت بكذب طب بقولك ايه، انا غيرت رأيي وبصراحة كده عايز اجيب عيل منك ويكون شبهك. وايه اللي اتغير فجأة؟ مفيش، بس حبيت يكون في عيل بيربطنا. هو انت عندك اعتراض ولا ايه؟ بس انت اخدت البرشام، ازاي عايزة تحملي وانت بتاخدي البرشام على الميعاد؟ برشام ايه؟ رائد قام وراح فتح الدرج وطلع منه البرشام بتاع الحمل وقال لها طب حطيه في مكان امان مش هنا. دينا قامت وقالت رائد اسمعني. رائد رمى البرشام على الارض واتكلم بزي اسمع ايه بالظبط؟ اسمع ايه يا مدام؟ وانتي مفهماني انك روحتي للدكتور وقالك مش هتقدري تخلفي دلوقتي لان عندك مشاكل في الرحم، وطلعتي في الاخر بتاخدي برشام منع الحمل. بقالك 6 سنين بتاخدي برشام منع الحمل ومعيشاني في وهم. رائد انا اسفه. رائد هز راسه وقال على ايه بالظبط؟ اسفه على ايه بالظبط؟ دينا بصت في الارض ورائد طلع وقفل الباب وراه جامد قوي علشان تقول غبيه ازاي تنسي البرشام في الدرج. دينا مسحت وشها بايديها وقالت رائد مش هيسكت وعلى الاكيد هيطلقني. لا 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 مستحيل اسمح بكده، مستحيل. رائد ما ينفعش يطلقني الا لما يكتب ليا كل املاكه. رائد طلع بره القصر ووقف في الجنينه وكان حاسس بوجع غريب في قلبه، كان حاسس ان الحياة سودت في وشه من جميع الاتجاهات. رحمة حطت ايديها على كتفه وقالت مالك؟ رائد مسح دموعه على طول وقال مفيش، وبعدين صحيتي امتى؟ رحمة وقفت جنبه وقالت انا ما نمتش اصلا، وبصراحة انا سمعت حديثك مع دينا، ما كانش قصدي والله، بس اتخضيت لما سمعتك بتزعق. ما تقلقيش من حاجة. رحمة مسكت ايد رائد وقالت واصبر وما صبرك الا بالله، الحمد لله على كل حال. رحمة خدت نفس عميق وقالت في موضوع كده كنت حابة اتكلم معاك فيه. رائد بصلها وقال موضوع ايه؟ رحمة طلعت اختبار حمل من جيبها وحطته في ايد رائد وقالت انا حامل. رائد ما كانش مستوعب هي قالت ايه اصلا علشان يقول ده بجد ولا بتقولي كده علشان نفسي اكون اب. رحمة ربعت ايديها وقالت الاختبار بتاع الحمل في ايدك، ولو عايزني اروح اعمل تحليل دم اوكي. رائد حضن رحمة وقال بفرحة رحمة أنا مش مصدق نفسي، ده أحلى خبر بجد، أنا أسفة على طريقة كلامي معاك. رائد بسها في راسها واتكلم بحب وقال ما أقدرش أزعل منك يا حبيبتي، وبعدين أنا كنت متوقع تعملي أكتر من كده، تعرف إن الحمل ده غريب؟ يعني عندك مثلا كان نفسي أكل فسيخ من شوية ودلوقتي عادي. طب اطلعي غيري هدومك ونروح على أفخم مطعم وناكل أحلى فسيخ. رحمة ضحكت وبعدها قالت بقولك دلوقتي عادي يعني ماليش نفس. رحمة انتي ما كلتيش من الصبح وده غلط يا حبيبتي. بس انا مش جعانة صدقني. رائد مسك ايد رحمة وقال تعالي هعملك اكل على ذوقي. رائد ورحمة دخلوا جوه ودينا كانت واقفة لكن ما خدوش بالهم منها، واتكلمت دينا وقالت يعني رحمة حامل؟ دينا ابتسمت بشر وقالت الحمل ده ما ينفعش يفضل اكتر من كده، علشان كده لازم اتخلص من البيت دي. بعد شوية رائد عمل شربة خضار لرحمة اللي قالت كل ده في المطبخ علشان تعملي شوربة خضار، وبعدين انت عارف كويس اني مش بحبها. الشوربة صحية يا حبيبتي، وبعدين انت في اول الحمل ولازم تاكلي اكل صحي. رحمة باستسلام طيب. رائد قعد على الكرسي وبدأ يأكل رحمة
وكان فرحان قوي، ما كانش مصدق لحد دلوقتي، كان حاسس انه في حلم. وفي الوقت ده دخلت دينا وقالت: ايه الاهتمام ده يا رائد؟ اوعى تكون رحمة حامل. رحمة كانت لسه هتقول لها ايوه، لكن رائد اتكلم قبلها وقال: قلتلك انها مش حامل. على عموما انا عايز اعرف انت هتنام مع مين النهاردة، واوعى تقولي معاها، انت بقالك شهرين بعيد عني وده ما يرضيش ربنا، مش كده برضو يا رحومة؟ رحمة قامت وطلعت على فوق، ورائد خد نفس عميق وقام وراح وقف قدام دينا اللي مسكت في دراعه وقالت: انا عارفة انك زعلان مني ومش طايق تشوف وشي، بس اللي حصل حصل يا حبيبي، وبعدين خلينا نعوض كل اللي فات. انت عايزة ايه بالظبط؟ انا ما بقتش فاهم حاجة منك خالص. دينا حاطت راسها على كتف رائد وقالت: عايزك يا رائد، عايزك تكون معايا طول الوقت. فاكر اول سنة من جوازنا؟ كانت احلى سنة في حياتي كلها. انت السبب في اللي احنا وصلنا له يا دينا، بلاش تلومي لنفسك. طب ما تطلقها وتيجي نرجع زي الاول، بوعدك هعوضك عن كل لحظة كنت بعيدة عنك فيها. اديني فرصة يا رائد. اخدتي فرص كتير يا دينا، اخدتي بدل الفرصة مليون. يعني ايه؟ رائد اخد نفس عميق وقال: انا كلمت عمي وقلت له اني ناوي اطلق بنتك ورحب بالموضوع، تصبحي على خير. رائد طلع على فوق، ودينا قالت: ايه يعني عايز تطلقني عشان ست الحسن حامل؟ طيب يا رائد، وربنا ما هخلي فرحتك تكمل. دينا طلعت على فوق وقفلت الباب عليها ومسكت تليفونها ورنت على والدتها وقالت: رائد ناوي يطلقني يا ماما، وبابا وافق على الموضوع. اهدي يا حبيبتي، وبعدين ما يطلقك. ماما انت بتقولي ايه؟ رائد مش هيطلقك دلوقتي، وبعدين هيكون معاكي وقت كافي عشان تخليه يمضي على اوراق الملكية، وكل حاجة هتكون ليكي. انت مش عايزة كده ولا ايه؟ لا مش عايزة كده، انا عايزة رائد. ماما انا اكتشفت اني بحب رائد بعد ما اتجوز البنت دي، انا بغير قوي لما بشوفهم مع بعض. مش بس كده، البنت طلعت حامل ومش عارفة اعمل ايه دلوقتي. رجاء انصدمت من كلام بنتها، لكنها مرضيش تبين علشان تقول: وناوية على ايه بعد ما عرفتي؟ ناوية اخلص من اللي في بطنها، ولو هي كمان يبقى خير وبركة. رجاء حطت ايديها على صدرها وقالت: انتي بتقولي ايه يا بتنتي؟ هو احنا بتوع كده؟ محدش هيعرف يا ماما، وبعدين انا مش غبية، يلا انا لازم اقفل دلوقتي. سلام. دينا قفلت التليفون. البنت دي لازم تنتهي، طول ما هي موجودة مش هعرف ارجع رائد ليا تاني. وفي اوضة رائد، رائد دخل الاوضة ولقى رحمة نايمة، بالاصح عاملة نفسها نايمة. رائد راح نام جنبها وخدها في حضنه وقال: انتي غيرانة ولا ايه؟ رحمة غمضت عينيها بقوة، ورائد ابتسم وقال: وكمان عاملة نفسك نايمة؟ رحمة فتحت عينيها وقالت: لا انا عايزة نام. قولي انك غيرانة، الكذب مش لايق عليكي. بصراحة غيرانة والله، دي اول مرة تحصل، وصدقني غصب عني. رائد رفع حاجبه وقال لها: اول مرة وغصب عنك كمان؟ ليه؟ كنت اتجوزتك غصب عنك؟ رحمة قعدت تضحك، ورائد قعد يضحك كمان عشان يقول لها: ما كنتش عارف انك مجنونة كده. رحمة وهي بتضحك: حد قالك تتجوزني؟ رائد حط ايده على شعرها واتكلم بحب: ده انا اول ما شفتك نسيت نفسي ونسيت وقتها اسمي. ايوة وضحكت عليا وعملت نفسك اعزب، بس ربنا مش هيسامحك لانك ضحكت عليا. رحمة: بجد هو انت حاسة اني ظلمتك؟ انا عارف ان اللي عملته غلط، بس عايز اعرف انت حاسة بايه اتجاهي، مش عايز اخليك تزعل، خصوصا انك فرحان دلوقتي. بس احب اقولك اني مش زعلانة، واللي فات بقى خلاص من الماضي. طب وانا لو طلقت دينا ابقى بظلمها؟ انا على فكرة ما عنديش اعتراض من وجود دينا معانا، وممكن نعيش مع بعض عادي، ده لو هي موافقة طبعا. رائد وهو بيشيل خصلة من شعرها: يعني لو رحت انام معاها في يوم هتوافقي؟ ايوة ده حقها، وما ينفعش ارفض ولا انت ترفض، لان ده حقها الشرعي. بس انا مش طايقها يا رحمة، ما بقتش طايق ابص في وشها، هي عملت شوية كل اللي عملته يتسامح عليه يا رائد، وبعدين انا جنبك. رائد وهو بيقوم: طب هروح انام معاها النهاردة وهو اصالحها، اصلي زعقت لها وقلت لها كلام مش حلو. رحمة مسكت في دراع رائد وقالت: انت رايح فين؟ وبعدين انت ازاي عايز تسيبني وانا حامل؟ شفتي انت قلتي ايه؟ رحمة انا تعبت من دينا وتصرفاتها، ودينا مش هتتغير صدقيني. ممكن نتكلم في الموضوع ده بكرة علشان انا عايز انام. رائد بسها في راسها وقال: تصبحي على خير يا حبيبتي، وانت من اهلي. وفي صباح يوم جديد، دينا بعد ما انتهت من وضع الصابون على السلم نزلت تحت وقالت: كويس ان رائد خرج كده، ما بقاش الا ست الحسن تنزل. دينا فضلت مستنية رحمة تنزل، واتصدمت لما شافت رائد وصل. دينا جريت على رائد وقالت: انت جيت على طول ليه؟ اقصد كنت فين؟
رائد ما ردش على دينا اللي عملت نفسها وقعت. آه رجلي! رائد ساب الأكياس اللي في إيده تقع وجري على دينا وقال: مالك؟ في إيه؟ دينا بتمثل الوجع. رجلي يا رائد مش قادرة. وفي الوقت ده رحمة كانت نازلة على السلم علشان تتفاجئ بالصابون اللي أخدها لتحت وقالت: آه. رائد أول ما شاف رحمة ساب دينا وطلع يجري عليها: رحمة! رحمة! دينا ابتسمت بخبث وعملت نفسها مصدومة عشان تقوم وتقول بخضة: الحق يا رائد، دي بتنزف ولازم ناخدها المستشفى. رائد شالها على طول وحطها ورا، ودينا ركبت معاها وخدت راسها حطتها على رجليها، ورائد ركب وشغل العربية وسقها بأقصى سرعة. وبعد مرور نص ساعة رائد كان رايح جاي وكان متوتر على رحمة علشان دينا تقرب منه وتمسك في دراعه وتقوله: ما تقلقش، ان شاء الله هتكون بخير، ان شاء الله. وفي الوقت ده الدكتور خرج ورائد جري عليه واتكلم بلهفة: رحمة بخير مش كده؟ المدام بخير، لكن اللي في بطنها نزل. مش مهم، المهم هي. ما تقلقش، هي بخير، اطمن. عن إذنك. الدكتور مشي ودينا قبضت إيديها وقالت في نفسها: يعني لسه عايشة، وأنا اللي كان عندي أمل إنها. وفي المساء رائد دخل الأوضة اللي فيها رحمة اللي لما شافته قالت: رائد. رائد شد كرسي وقعد عليه ومسك ايديها وقال لها: اخبارك ايه؟ الممرضة قالت لي ان اللي في بطني قطعها. رائد وقال: مش مهم يا روحي، المهم انتي، وبعدين العمر لسه قدامنا، مش عايزك تزعلي من حاجة. على فكرة انا زعلانة منك، بقى تسيبني طول النهار في الأوضة دي. وسألت عليك دينا قالت لي انك مشيت. رائد بس ايديها وقال لها: حقك عليا، وبعدين انا مشيت علشان موضوع مهم قوي كان لازم اتأكد منه. موضوع ايه؟ في الوقت ده دينا دخلت وقالت: الف سلام عليك يا رحمة. الله يسلمك يا دينا، وشكرا على اهتمامك بيا. دينا راحت عندها وقالت: مفيش شكر بينا من النهاردة، وبعدين احنا لازم نكون زي الاخوات من النهاردة، ولا عندك اعتراض؟ لا طبعا، ويشرفني اني اكون اختك. رائد ساب ايد رحمة وقام مسك ايد دينا وقال: عايزك. رائد خد دينا وطلع من الأوضة علشان تتكلم دينا بارتباك: في ايه يا رائد؟ كنت عارف ومتأكد انك هتعملي كده، بس المرة دي مش هسكت. رائد: انت بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. رائد طلع التليفون من جيبه وفتحه على فيديو وقال: كويس ان حاطط كاميرات في القصر، وإلا ما كنتش هعرف اللي عملتيه. دينا اول ما شافت الفيديو انصدمت علشان تقول: رائد انا، انت طالق بالتلاتة. رائد قال الكلمة دي من هنا ودينا وقعت في الارض وانهارت من العياط. رائد قعد على ركبته وقال: احمدي ربنا اني ما بلغتش عليكي، اوعي تفتكري اني عملت كده علشانك وعشان العشرة اللي كانت بينا، انا عملت كده علشان ابوك الطيب. وفي الوقت ده جات رجاء وفتح الله ووصلوا علشان رائد يروح عند فتح الله ويقول: انا طلقت بنتك يا عمي، صدقني مش عشان اللي فات اللي كنت مستعدة اسامح عليه، لا علشان اللي عملته النهاردة. رائد بعد ما قال كده مشي علشان تروح رجاء لبنتها اللي كانت منهارة وقالت: في ايه يا دينا؟ عملتي ايه المرة دي؟ دينا كانت لسه تحت تأثير الصدمة علشان يقول فتح الله: عايزة تعرفي بنتك عملت ايه؟ بنتك حاولت تخلص من مرات رائد. رجاء ما تصدمتش لانها كانت عارفة، عشان يقول فتح الله: فرحانة؟ فرحانة يا رجاء، اهو اللي احنا فيه دلوقتي بسببك. دموع رجاء نزلت على خدها لانها كانت السبب في كل ده، هي اللي كانت بتشجع بنتها تعمل كده، ما كانتش بتحاول تمنعها وترشدها للصح. بدأت تمر الأيام، بل مر عدة سنوات وحصل الكثير من الأحداث في السنين دي اللي مرت بسرعة، من أهمها دخول دينا مستشفى الأمراض العقلية، لأن بعد طلاقها من رائد اتجننت خالص، ورجاء جالها مرض نادر جدا. أما فتح الله فراح للي خلقه. أما بقى رحمة ورائد سافروا السعودية علشان يعملوا عمرة، والمفاجأة أن رحمة جابت ولد شبه رائد بالظبط وسمته محمد. الخلاصة إنك لازم تختار الشخص الصح، الشخص اللي يحبك بكل عيوبك، شخص مستعد يضحي بكل حاجة علشانك، شخص مستعد يعمل المستحيل عشان يشوفك مبسوط. ورائد لقى كل ده في رحمة. وبكده تكون انتهت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.